للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من الناصرة الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور في هذه التغطية. بداية، يعني في إطار الزيارة المرتقبة لجيك سوليفان اليوم لإسرائيل ومقابلته مع المسؤولين الإسرائيليين في حكومة الحرب الإسرائيلية، وفي إطار ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية بأن الجانبين جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحثهما فيما يتعلق بمسار لتطبيق حل الدولتين، والتصريحات التي أتت من بنيامين نتنياهو التي تشير بأنه يرفض فكرة حل الدولتين، كيف تتابع كل ذلك؟ وما الناتج من زيارة جيك سوليفان اليوم؟ صباح الخير لك ولجميع المشاهدات والمشاهدين. بداية، هذه الزيارة هي، دعني أقول لسوليفان، هي الإمكانية الأخيرة في الدقيقة 90 لتحركات الدبلوماسية للولايات المتحدة من أجل إيجاد طريقة ما لوقف هذه الحرب، وإمكانية الوصول إلى صفقة تبادل أسرى مرتبطة بترتيبات إقليمية استراتيجية تريدها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة. ولكن المشكلة هي ليست بهذا الموقف، وليس الموقف العربي، وإنما بالأساس الموقف الإسرائيلي وموقف نتنياهو بشكل مباشر. ولكن هذه الزيارة هذه المرة تتزامن مع أمرين. الأمر الأول هو تصعيد النقاش والكباش الداخلي بين النخب الإسرائيلية، وآخرها كان خطاب جانس أمس، وسبقها أيضا جالانت قبل يومين، باتجاه تقديم الكثير من الانتقادات المباشرة أمام نتنياهو، وأكثر تماهيا لموقفهما لجانس وجالانت مع الموقف الأمريكي بخصوص الترتيبات اليوم الثاني بما في ذلك أهداف الأساسية لزيارة سوليفان. وهذا الأمر يعني يوصل إلى أن هذه التحركات تأتي بعد أن وصلت الولايات المتحدة إلى الاستنتاج بأنها فوتت فرصة كبيرة تاريخية بعدم استعمال كل وسائلها الخشنة بالضغط لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي وافق عليها قيادة حماس، ولاقت اهتماما وتأييدا من قبل الوسطاء وأيضا لمدير CIA، ويعتبرون أن الولايات المتحدة بتراجعها وبلع لسانها باللحظة الأخيرة وإعطاء تغطية لإسرائيل برفضها لمثل هذه الصفقة قد أساء لسمعة الولايات المتحدة أكثر وأكثر. وإذا رفض نتنياهو فكرة إقامة حل الدولتين أو التفاوض حول مسار حل الدولتين، فما موقف الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن جيك سوليفان وأيضا من قبل أنتوني بلينكن في زيارته إلى الشرق الأوسط كان دائما يناقش هذا المسار مع كل من يلاقيه؟ برأيي أن الولايات المتحدة ما زالت ترى أن الحل السياسي لحل الدولتين بهذا الشكل أو ذاك ما زالت قائمة، وهذا يعني بدونه لا يمكن إقامة أي تفاهم إقليمي واسع مع الأقطاب والدول الوازنة في الإقليم. عدا ذلك رأينا الشروط السعودية، رأينا المواقف المصرية، رأينا المواقف التركية، المواقف المختلفة بالشرق الأوسط، ناهيك عن المواقف الدول الممانعة. ولذلك هنالك شبه إجماع بالشرق الأوسط أنه من غير الممكن التقدم بأي تفاهم إقليمي يجلب الهدوء وعدم اشتعال الإقليم إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين بهذا الشكل أو بآخر. فلذلك
الولايات المتحدة ما زالت ترى أن مصلحتها الاستراتيجية بالتفاهم مع حلفائها بالشرق الأوسط هي أن تذهب إلى حل الدولتين. الإشكال وتصريحات جانس وتوقيتها أمس وقبلها جالانت يدل على أن الولايات المتحدة وصلت إلى استنتاج إضافي، كما وصل جانس أمس لأول مرة بهذا الشكل، أن نتنياهو هو الذي يفضل مصلحته الشخصية والسياسية عن مصلحة الدولة العميقة كما يقول. والأمر الثاني أن رفض من يرفض صفقة تبادل أسرى كانت مطروحة على الطاولة هو نتنياهو، حينما قال جانس أمس أن المقترح كان متوازنا وممكن إجراء بعض التغييرات عليه، بما معناه أنه يقول أن نتنياهو هو الذي منع مثل هذا الاتفاق، وأيضا أن جانس لا يرفض فكرة بند الهدوء المستدام باتجاه إنهاء الحرب. فلذلك المسألة واقفة هنا، بما معناه أنه إذا تم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بالصيغة التي وضعت قبل أسبوعين وتجمدت، من الممكن هذا أن يؤدي إلى ربح كبير لإمكانية استعادة سمعة الولايات المتحدة، خاصة أنها مقبلة على انتخابات شرسة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية.